انسن اذ النعمه هذه تزكزود النعمه هذه الطبيعه دون زراد اللي صادي كان مربي تبارك وتعالى كي تكون شلحي تي غور ديال القناضه تاع تي لي الرحم يعني الا يا تقنت من الناس الله العفو والعافيه واخا وجزء ومسلم اي قنت الرحم من ربي تبارك وتعالى يلي دون زارت يلي درحمت نكين داغي سافنو مزن داغ مدنا مان او تاتفو الكي داغ الوقت الرشا داغ الوقت مغين داغي يهران داغ كرز مدن يلي غن داغ ولا وكل وش كان يسلع لا ليا زغ النعم تفوت كيس وش كا تشكا ربي تبارك وتعالى الدور التوي ما خصناش القضيه ملي غاسنا الله سبحانه وتعالى يعني بالرحمه ولات الخضوريه عاود ثاني ولله الحمد ولمنا صبات الشتاء الناس عندهم الماء الناس يعني استبشروا خيرا لابد هذا ماذا لابد له من شكر النعمه خصوصا في هذه المساله ديال النزهه يعني وديال الاستجمام راه الناس دابا تيخرجوا تيديو وليداتهم تيمشيو للاستجمام ولكن لابد هذا من ضوابط شرعيه هذا الاستجمام هذا في الاول تكون عندي هذه النيه هذه ان اتقرب به الى الله ياك هو مباح غادي نديرو عباده واش هو عاده غنديرو عباده باش بالنيه انوي بهذا التقرب هذا النظر في الملكوت والتفكر في الايات وشكر الله سبحانه وتعالى يعني ورفع الحرج والاستجمام ورفع يعني ترويح عن النفس ونخرج الوليدات يبسطوا فيه الوليدات وكذا من باب التودد الى الزوجه التودد الى الابناء كل هذا يصبح عندك ماذا عباده تؤجر عليه تؤجر لك ثواب خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تيحكيو عليه يعني داروا على أهل العلم بأنه ملي تيبغي شي سفر تيدير القرعة بين الزوجات شكون اللي غتخرج معاه يعني باش تخرج معاه في السفر تخرج معاه كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده المسألة ديال الترويح على الأزواج عنده مسائل ديال الأصفار عنده وهو نبي وهو قائد وهو يعني زوجي لا غير ذلك من المهام التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ذلك عنده فسحه وعنده ترويح عن النفس وعنده سفر وعنده استجمام الى غير ذلك ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه غير الاشكال فين تيكون الاشكال فين تيكون وهو الناس يخرجوا النزهه ولكن ياتون بما يغضب الله سبحانه وتعالى تكون مخالفات شرعيه تكون مخالفات ايها الاكارم مخالفات شرعيه ملي تيجوا بعدا تيجوا دوك الشباب تيكون بعدا واحد النوع ديال الاختلاط وهو بعدا راه بيتنيه باش يجي لا جا لك النزهه ولا جا داك الخرجه وباغي يفوج على راسو تيفوج على راسو بالمحرمات تجيبو معاهم الكيتار ويجو معاهم الدعدوع ويجو معاهم داك داك الكتريك ولا الكيتار الكتريك وتيجيبو معاهم الصونو والاختلاط وتيجيبو معاهم البنات وتيجيبو المسكرات وتيجيبو المخدرات والخمور وتتلغوا تيدخلوا لشي بلاصه ما مسموح كاع يدخلوا ليها ديال الناس وهذو مجره يعني من المخالفات نسال الله العفو والعافيه وتيقول لك يفوج على راسه يستحيل يستحيل بانك تاتي بالمعاصي وتاتي بالمنكرات وتدعي بان هذا ترويح للناس لا اي ترويح للناس اذا كانت النفس ديالك ملبوسه اذا كان فيك ابليس ولا عندك المس ولا كذا راه هذيك الترويح يعني داك الشيء تدير انت راه داك الشيء اللي فيك باش انت فيك المس داكشي راه تيعجبو تيعجبو دوك الماسك وداك الاختلاط ودوك المسكرات وداكشي وياتي على الاخضر واليابس وفي العشيه تقول لي دوزنا واحد النهار زوين والسيمانه الجايه نفس كذا هذا بعدا هذا متربص مع سبق الاصرار والترصد هو يترصد ويتربص بالمعصيه الله العفو والعافيه ويفرح للمعصيه ويفرح لهذه المخالفه ويجهر بالمعصيه الى غير ذلك من المخالفات ما الله تبارك وتعالى به عليم.